مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع. إن شاء الله تكونوا بخير وبركة وسعادة وصحة. أنا محدثكم جمال الشريف من كنار تي في صوت العرب من كندا. اليوم معكم في لقاء جديد مع الشاعرة فرح خالد. فرح ستكون معنا مباشر من غزة، غزة العزة، غزة الصمود، غزة الإباء. اليوم ستبدأ سنحدثكم بعض الشيء عن فرح البهجة، فرح الابتسامة، فرح تلك الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 7 سنوات، موهبتها تأليف الشعر وإلقائه. طبعا في خلفها بعض الشعراء مثل معاذ القحطاني من اليمن السعيد، ربنا يعيد اليمن سعيد على أهله وعلينا يا رب. دائما تتواصل معها، بعدلها بعض الكلمات في قصائدها من ناحية الحركات والإعراب، وأحيانا بغير لها بعض الكلمات. بدايتها كانت في إذاعة الرأي الفلسطينية، وكان أول لقاء لها، وبعدين أهلها عملوا لها فيسبوك وصفحة بنفس الاسم، الشاعرة فرح خالد. فرح طبعا حلمها أن توصل صوتها وصوت أطفال غزة إلى كل العالم. لما تكبر الفرح بدها تصير طبيبة أسنان، ليش؟ حنعرف بعد شوية. بدأت تتطور شوي شوي لما صارت تروح أمسيات شعرية، تلفزيونات بدأت تستضيفها، وعلى صفحتها أيضا تعمل إلقاء شعر وبتحط هذه الفيديوهات للناس تعرف. الحين عندها على الصفحة أكثر من 5000 صديق، وطبعاً في مؤسسات كتير حاولت فرح تتواصل معها، لكن للأسف ما التفت لها أحد. أبوها هو الداعم، وأهلها طبعاً إخواتها وخواتها. طبعاً الكل بده يفرح فيها ويشوفها شاعرة كبيرة، بدهم يشوفوا أنه عندها ديوان أو دواوين من الشعر بإذن الله في المستقبل القريب. عندها كثير من القصائد يلي كتبتها، وكلهم بيحكوا عن الوطن وحبها لإله. من قصائدها: أنا طفلة، حياة أسيرة، يا قرة العين، رئيسنا الحبيب، أمي، معلمي، الجزائر، مصر، وقصائد أخرى حفظتها لشعراء فلسطينيين مثل تميم البرغوثي وغيرهم. هذه هي فرح، فرح العزة، فرح غزة، فرح الصمود، الشاعرة فرح خالد. رحبوا معاي بالشاعرة فرح خالد. أهلا وسهلا فيك يا فرح. أهلا إبك، كيف حالك؟ الحمد لله. أنا مبسوط إني شفتك اليوم على تلفزيون كنار. أنت مبسوطة؟ كثير كثير، وأنا كثير كثير مبسوط. احكي لي شو اسمك الكامل يا حبيبتي؟ أنا الشاعرة فرح خالد فارس، عمري 7 سنوات. أي صف أنتي؟ موهبتي إلقاء وتأليف الشعر، حين أوصل الصف أول. انت صف اول طالعه ثاني. كيف المدرسه كانت؟ شاطره في المدرسه؟ كثير كثير. قد ايه جبتي بصف الاول؟ علامه كامله ما شاء الله. طب بابا شو قال لك؟ بابا كان مبسوط؟ كثير كان مبسوط. وشو اعطاكي؟ حضنك باسك ولا قال لك روحي سوي لنا طبيخ؟ طيب احكي لي فرح عن موهبتك. انت بتحكي لي انك بتلقي شعر وبتكتبي شعر، صح؟ موهبة القاء وتأليف الشعر. امتى بديتي هاي الموهبة؟ وانا في تمهيدي. واو، ومين بيساعدك في كتابة الشعر؟ في حدا بيساعدك؟
بس عمو معاذ بعدل لي القصائد. بعدل لك اياهم ما شاء الله. طب شو نوع القصائد اللي بتكتبيها انت؟ وطنية. وطنية حلوة. كتبتي اشي لبابا؟ إيه لا بس لماما. بابا ما بدك تكتبي له؟ طيب إن شاء الله بس الله يريد. وعمو جمال بدك تكتبي له اشي؟ بس للأسير زي هيك. إلي بدك تكتبي لي اشي؟ اوكي ممتاز. طيب عمو احكي لي كيف بدأت القصة، كيف بديتي تعرفي انك بتكتبي؟ يعني انت قعدتي تكتبي هيك ولا في حدا شافك بتكتبي وقال لك قصائدك حلوة؟ بابا حكيني قصائدك حلوة ورائعة. يعني هو اللي بدعمك بابا صح؟ حلو حلو. بدك تسمعينا شغلة من قصائدك؟ يلا نسمع. أسمعكم لينا. لينا يلا. لينا زهرة من زهرات القدس تنادي في أرقة البلدة القديمة. يا وطني هل تفت إليها الجنود بني صهيون وترجلوا ورائها ووقف أمته الوطني زهرة مطعم ذي حتى سكتت أنفاسه فانقض عليها الجنود بني صهيون وأمسكوها حين مدى الحياة ولكن الموت والحياة بيد الله ولكن آلام الأقدار حتى الآن تسكن فيها وشكرا. الله الله الله، شو هذا الحلو؟ هاي أنت كاتباها؟ ما شاء الله ما شاء الله، حلو كتير يا فرح. أنت الحلو. الله يسعد هالحلو الكلام الحلو هاي. طيب فرح احكي لي شو بدك تصيري لما تكبري؟ بصير طبيبة أدرس طب. ليش بدك تدرسي الطب طيب؟ عشان أعالج أسنان بابا. أسنانه خربانة؟ شو اللي مخربهم يعني؟ باكل حلو كتير؟ يعني بشرب شاي باكل حلو غيره باكل ايه. يسعده حبيبتي. وبوجعوا اسنانه بقول لك انا اسناني واوا. طب انت اسنانك كيف، كويسين؟ بتنظفيهم كويس؟ مرات بنظفهم مرات لا. بدك اسنانك يخرب، بدك تصيري دكتورة اسنان واسنانك خربانه؟ ما بنفع. لازم بصير دكتورة اسنان عشان اعالج اسنان بابا واعالج كل اسنان اهلي. حلو حلو ان شاء الله ان شاء الله. طيب احكي لي شوي عن قصائدك عمو. كم قصيده كتبتي؟ حوالي 20 يعني قصيدة. حلو حلو يعني. طيب القصائد هاي كلها وين بتنزليها؟ على الفيس، على أماكن تانية؟ على الفيس بنزلهم. أوكي
وفي قصائد ما نزلتيها على الفيس صح؟ صح، خيالون لينا جلبوني تبعت النجاح وتبعت أمي أمي ومصر. في قصيدة سمعت لمصر حلوة هذه وما نزلتهاش. حافظاها؟ تحكي لنا شوي منها لمصر؟ بحكي لكم اياها كلها. يلا نسمع منها. مصر يا أرض الكنانة، يا أصل الحضارة، يا حاضرة في المحن منذ أجل القدم، يا صابرة على المؤامرات بتتحدى الصعاب والمحن. مصر ما أحلى نيلها وأرضها وسماها، ربنا ذكرها في القرآن وحياها، شعب فلسطين ما ينسون وقفة مصر معانا، يحميكي وربنا يحميكي ويحفظك يا مصر الحبيبة. يا عيني، برافو برافو برافو، حلوة. وفي واحدة للجزائر صح؟ أسمع حافظاها؟ الخيانة. يس، اقرأي لنا اياها. اهل الجزائر حبايبنا كمان. جزائر الحبيبة، أنا ابنتكم فرح الصغيرة، أحب وطن الجزائر الحبيبة، أحب فيها شعبها الأصيل الذي ذاق فيها المر المرير، الذي ذاقه شعب فلسطين غطرسة فرنسا وإسرائيل، وأحب نضالها الطويل الذي أحرزته أختنا الشهيدة جميلة روح زيد، ذهقت أرواح بالملايين حتى تحررت الجزائر الحبيبة من ظلم الغاصبين، والحمد لله رب العالمين، والعقبى لإخواننا في فلسطين، نحن وطن واحد وجسد واحد ويشهد علينا صلاح الدين. الله الله الله، ما أحلاها يا عيني. أهل الجزائر أكيد مبسوطين هلأ منك. كثير. بتحبي كل الجزائر أنت؟ طبعا بحبهم. ومين بتحبي كمان من الدول العربية؟ كل الدول العربية بحبهم. يا عيني، اليمن. أنا بعرف إنه صح، أو اللي بيصلح لك قصائدك من اليمن. هل كتبتي إشي لليمن؟ بس مش حافظاها. مش مشكلة، بعدين بتقرأي لي إياها، تبعتي لي إياها إلي، أوكي؟ اوكي. طيب، احكي لي شوي عن المدرسة، شو اسم مدرستك عمو؟ مدرسة حمد. مدرسة حمد. مدرسة حمد، بتحبي مدرساتك، معلماتك؟ بحبهم كثير كثير. طيب انت كاتبالهم قصيدة ولا لا؟ كتبت، مش انا اللي كتبتهم، وزارة التربية والتعليم. حافظاها القصيدة؟ احكي لنا اياها للمعلم هاي. يلا ها نسمع. معلمي يا نورة تنير العقول النيرة، في أفق بعيد حتى آخر المحيطات، تجدو بعلمك في أنغام العصافير، حتى ترقى الأمم وتسابق الزمن، عصر مضى وعصر أتى، تصورات فاقت الأبصار، علم فتك بالبشر وعلم تطورت الأمم، وهذا من أفضل النعم، معلم علم بالقلم، لك الفضل يا من علمتني، لك العز والفخر، وأنا ابنتك فرح
حبيبتي الله يحفظك، الله يحفظك. طيب بدنا نسمع أكثر من قصائدك، أنا حابب أسمع قصائدك. احكي لي قصيدة كتبتيها مثلا للقدس. أنا بحكي لكم جراح القدس. يلا جراح القدس. جراح القدس، القدس أم الأمة، يا محلى حلاها، يا محلى حلاها، تبكي بحسرة، تبكي بحسرة عني خانوها، ورب العرش يحماها، وأسرى وأسرى بالمصطفى، وحلق في سماها، وصلى بالأنبياء، وقف عصفورها وحياها، يعدون أنفسهم مسلمون ما يستاهلون بكاها، القدس لها حرايلها ورجالها، القدس لها حرايلها ورجالها، مرابطين مرابطين ليوم الدين بيرجوا رضاها، ولكن بتبكي على البحق باسم الدين وخانوا رجاها، يا عرب يا مسلمين كونوا كصلاح الدين وحققوا مناها. يا عيني يا عيني يا عيني، مش شطورة شطورة. طيب في اشي للأسرة كمان؟ بدك تسمعينا اشي للأسرة؟ طبعا يلا احنا معك. يا قرة العيون، اخواني في السجون، اخواتي في السجون، أمهاتنا في السجون، أباءنا في السجون، يا قرة العيون، أنتم في العيون، نضمكم في الجفون، يا إخواني في الجفون، يا أخواتي في السجون، أمهاتنا في السجون، أباءنا في السجون، يا قرة العيون، من في السجون؟ خالوا ضياء الأخ، ضياء القمر، ضياء الوطن، ومن في السجون؟ البطل كريم يونس الذي ضحى بنفسه لأجل فلسطين، يا قرة العيون، خلف القضبان يحتفون، خلف القضبان يحتفون، أمجادنا في العيون، لم نستسلم لم نخون، على ضرب النضال سائرون، حتى تحرير الوطن من يد اليهود، يا قرة العيون، إخواني في السجون، أخواتي في السجون، رغم العذاب والألم، رغم العذاب والألم، أرواحنا رخيصة للوطن، أرواحنا رخيصة للوطن، يحيا الوطن، يحيا العلم، يحيا العلم، يا قرة العيون، أنتم في العيون، نضمكم في السيفون، يا أخواني في السجون، أخواتي في السجون، أمهاتنا في السجون، أباءنا في السجون، وشكرا. الله الله الله، يفك أسرانا جميعا يا رب، وإن شاء الله تشوفيهم دائما رافعينك فوق جنب العلم هيك. فرح، نعم. أنت عندك فيسبوك بيج اسمه الشاعرة فرح خالد. أنا بدعو جميع أصدقائنا وحبايبنا اللي بيشوفونا الآن الذهاب إلى هذه الصفحة ومساندة الشاعرة الصغيرة، شاعرة العز والصمود، الشاعرة فرح خالد، وإن شاء الله رب العالمين نقدر كنا ندعمها ولو بلايك صغير أو فولو. فرح، بدي أسألك سؤالي الأخير، أنت بتقرأي لشعراء أكيد تانين بما أنك بتكتبي شعر، صح؟ صح. مين أحسن شاعر أو أحلى شاعر بتحبيه؟ هو تميم البرغوثي. تميم، أنت مطلوب يا تميم، هل تسمعنا يا تميم؟
قبل فترة برضو عملنا لقاء مع شاعرة برضو حكت عن تميم، شو حافظة له لتميم؟ حافظة في القدس. يلا نختم فيها. يلا بسم الله. في القدس مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعالي وصولها، فقلت لنفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دونها، وما كل نفس حين تلقى حبيبها تشر ولا كل الغياب يزيلها. فأنشدها قبل الفراق لقاؤه، فليس بمأمول عليها سرورها متى تبصر القدس العتيقة مرة، فسوف تراها العين حيث تزيلها. في القدس باع خضرة من جورجيا برم بزوجته، يفكر في قضاء جادة أو في صناع البيت. في القدس توراة وكحل جاء من منهاتنا العليا، يفكهم فتية البولون في أحكامها. في القدس شرطي من الأحباش خلق شارعا، رشاش على مستوى سنون لم يبلغ العشرين، قبعة تحييها أرض مكة، وسياح من الإسفنج شكر لا يرون القدس إطلاقا. تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفتاة في الساحات طول اليوم. في القدس دب الجد منتعلين فوق الغيم. في القدس صلينا على الإسفنج. في القدس من في القدس إلا أنت، في القدس من في القدس إلا أنت. وتلقت التاريخ لي مبتسما، أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم، ها هم أمامك بسم نفس أنت حاشية عليها وهامش. أحسست أن زيارة تجدوها عن وجه المدينة يا بني، حجاب وقح الزمين كي ترى فيها هواك. في القدس كل بدا سواك، وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها، ما زلت تركض خلفها مذ ودعتك بعينها. فاشفق لنفسك ساعة إني أراك وهنت. في القدس من في القدس إلا أنت، في القدس من في القدس إلا أنت. يا كاتب التاريخ محلا، فالمدينة ظهرها دهراني، دهر أجنبي مطمئن لا يغير خطوه وكأنه يمشي خلالنا. وهناك دهر كامل متلثم يمشي بلا صوت حذار القوم. والقدس تعرف نفسها، اسأل هناك الخلق يدرك الجميع، فكل شيء في المدينة ذو لسان حين تسأله يبين. في القدس يزداد الهلال تقوسا مثل الجنين، حجبا على أشباهه فوق القباب، تطورت ما بينهم عبر السنين علاقة الأب بالبنين. في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن. في القدس تعريف الجمال مسمى إضلاع أزرق، فوقه يدام عزك قبة ذهبية تبدو براء
والكتابة مرة أخرى أراك الحمد. العين تغمض ثم تنظر سقف السيارة الصفراء مال بنا شمالا نعيا عد بها والقط طارت خلفنا والعين تبصرها بمرآة اليمين تغيرت ألوانها في الشمس من قبل الغياب. فاجأتني بسمة لم أدري كيف تسللت في الدمع قالت لي وقد أمعنت ما أمعنت أيها الباكي وراء السور أحمق أنت أجننت لا تبكيك عنك أيها المنسي من متن الكتاب لا تبكيك عنك أيها العربي واعلم أنه في القدس من في القدس لا أرى في القدس إلا أنت. الله الله يعني أنا صراحة فرح كثير مبسوط وأنا متأكد إنه تميم البرغوثي إذا سمع هذه القصيدة سيغير طريقة إلقائه لأنه سيتعلم منك الإلقاء لقصيدته في القدس من في القدس. وأنا أقول لتميم وأقول لك في غزة من في غزة لا أرى إلا أنت. فرح أنا كتير كنت مبسوط إني كنت معاي من غزة مباشر. أنا عارف في بعض الصعوبات والإنترنت والسماعة كانت توقع بس أبدعتي يعني لم تظهري أي حتى قلق إن السماعة وقعت أو لا، بالعكس كنت متوازنة. يمكن في كبار يقلقوا لكن أنت كنت عملاقة. أنا بحكي لك يا فرح إنه الله يحفظك ويخليكي لوالديك وإن شاء الله أنا أول واحد بدي أشتري ديوان الشعر اللي بدك تألفي وتوقعي لي عليه الشاعرة العملاقة فرح خالد. شكرا لك يا فرح. وإلك. وهي بوسة من 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 أوتاوا. سلام. باي. سلمي على بابا قولي له ما يأكل حلو، أوكي؟ أوكي. سلامات. باي. شكرا لكم ونراكم في حلقة قادمة وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.